كثيرا ما نسمع ان الحاملة ليس عليها طلاق، هل هذا صحيح ام لا؟ هذا كلام العامة، كلام باطل. الحامل طلاق مشروع، ما لها طلاق، لها طلاق، انما ممكن طلاق الحائض، طلاق النفساء، وطلاق التي جامعها في طهر، التي جامعها في طهرها، هذا هو الذي لا يجوز الطلاق فيه. اما الحامل طلاقها شرعي، النبي قال لابن عمر: ثم ليطلقها طاهرا او حاملا.